على رأسك ده. Definitions. Thank you.
المهم بقى ان انا عندي الفوليوم كونتاكت عندي سنترال بوست في بريفر بوست تمام. السنترال هو المفروض كومن في 80% من الحالات، البريفر بوست 15 30%. ايه بقى السنترال بوست؟ السنترال بوست يعني حاجه في البريف، المهم ان هو زي ايه؟ زي البريف انترو هيبوكس سكيلت انترو او انترو بين هيموج هيبوكس سكيلت انترو بيبقى اعرض كبير بنوعين سواء انترو او برايت او بعد ما يكون على طول الهايبوكسيا دي اثرت على البرين اللي في البرين انسر. طبعا الخلايا بتاعت المخ ما بتتجددش، الخلايا بتموت وخلاص ماتت، فهو نتيجه للهايبوكسيا دي في خلايا ماتت، فبتتعرض لحاجه اسمها هايبوكسيا سيستم كونفلوس، يعني في خلايا ماتت في البرين نتيجه للهايبوكسيا. الهايبوكسيا دي يا اما بتحصل انت برايم يا اما بتحصل بعد ما يتولد تمام. ده اللي هي حاجه اسمها هايبوكسيا سيستم كونفلوس او انترا كرينيال هيموريج زي ما قلنا، اللي هو الخلايا اللي بتموت ما بتتجددش، يعني اي خلايا بتموت في البرين. سواء يعني كان حاجه كونجنتال بقى زي البرين مالفورميشن كروموزوم ديسوردر زي حاجه اسمها براتابيلي او داون سيندروم. بس مش غالب يعني انتوا عندكم يعني لو حاجه ليها اسم ممكن تحطوا في الاسم بتاعها، مش عارف التفاصيل بتاع الحاجات دي بس بتعرفوا الاسامي. في حاجه اسمها كروموزوم باترينا سيندروم، في اوبيوسايكوليان سيندروم، في حاجات متوازنه مشكلة في الباص نفسها، فأنا مهما عملت فيها ستيمولاس هو خلاص هو مش مستوعب.
fascista infecció, per tot el que el risc no pot anar. Una altra, la primera pacient no té frec, 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 el diafragm din de tact, când intră tot în osul, s-a luat contraction, s-a luat și stiuța. Tame? Dar nu chidă. Dacă în hoa, în osul, s-a mai fi mos în nicle, s-a luat în hoa, 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 السيم هو على حسب التكليف بتاع المزيد وعلى حسب بتاع سواء مشكلة ان هو لو اتحط على التكليف يبقى صعب ولا ما يبقى بندريت ريدندنت يعني هو خلاص هو يعني هو النص ريح بقى خالص يعني هو النص ريح يبقى خلاص يبقى صعب يعني خصوصا يعني كل ما كانت في حاجة بدري كل ما كانت النوع الميكانيكا بتصير زي ما قلنا في الليل بوزيشن بجيب لاج بجيب لاج ان انا كده ان انا اجي اشد العين كده الاقي راس حدث في الدور تمام والمفروض دي هتبقى فيها ذكريات كده ممكن تكون عملتها في البيت انت لو طفل صغير كده شفتيها تلاقيه رافع راسه طلع معاه لكن لو طفل فيها الدنيا وكده هتلاقيه في الشد عشان كده الاقي راسه حدث في الدور في الصيف لو خدتهم الاكل في